السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. رجعت لكم في فيديو جديد وفي سلسله اخوان اللي كتعرفوا كنشدوا يوتيوبر كنقلبوا على اللعب ديالو كنلعب شحال هادي وقتلوا شي لعابه وتنشوفوا دوك الايديات ديال دوك اللعابه وتنقلبوا عليهم وكنشوفوا واش باقا تيلعبوا ولا تبان عليهم الكونت ولا الحساب ديالهم شي حاجه اللي هربانه. اليوم اخوان اليوتيوبر اللي غادي نقلبوا عليه اخوان هو ابو فلا اخوان كما كتعرفوه. وصل البارح ل 20 مليون متابع ودار حمله المتابعين ابو فلا الخيريه اخوان اللي جمع فيها مليون دولار. شي اخوان كان في بث وكانت المده ديالو 29 ساعه اخوان هو في البث وجمع مليون دولار، شي حاجه اللي تتقدر الاحترام اخوان على هذا العمل اللي دار. الا كنتي انت ولا انت اول مره تتفرج فيه ما تنساش تضغط لايك تبارطاجي فيديو مع اصحابك كمل الفيديو. كما كتشوفوا اخوان ندوزو لاول لقطه. تاخرت عليكم باقي بالجيم 10. والله شكلها يا جماعه من اول جيم راح نفوز. هذه اللعبه صنعت من اجلي. شوف هالبوت طلع لاعب يا جماعه، اقسم بالله احسب انه مو لاعب قاعد يستهبل عليه. لا والله غلط يا جماعه، والله كان ودي هو الاي دي ديال اول واحد كان قتل ابو فلا. بسم الله جوج سوايع باش خرج، جوج سوايع اخوان باش خرج، راه شي حاجه اللي حربانه ديال بصح. بسم الله نشوفوا كيفاه داير. واو واو هو كان كيشوبي، ما عرفتش انا شنو كاتب هنا بالرجوله. اين كلان دابا هذا اخوان يقدر يكون كيتفرج فيا هاد الساعه وما عارفش راسو انه كنقتل ابو فلا. يعني راه شي حاجه اللي هربانه ديال بصح. واخا هكاك يعني كتشوف راسك تتقتل شي يوتيوبر وشي حاجه تقول واه قتلته، يعني هذا قتل ابو فلا. راه ابو فلا راه 20 مليون فولور، راه شي حاجه اللي بزاف بزاف ومعروفه اخوان، يعني ماشي شي واحد اللي اجي وعادي. كيما كنشوفوا البروفيل ديالو ليفل 60 4000 لي لايك، بروفيل ناضي بخير، يعني راه كيشوب بي السيد. اللعيبات ديالو مصنفة نايس نايس، لعبة بالرجولة بخير كما كتشوفو، راه يعني باقي تيلعب السيد باقي تيلعب. ندوزو اخوان اللقطة الثانية. شباب هاي 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 كامل هاي لا 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 مو كذا من البداية يا شباب. دقيقة بالله بالله يوسف اذبحه ورا الشجرة يا غبي. وراك 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 شايفه شفت يا شو الفاتل كده فلش يا كراسس يا رب فشل. متعها موت يا فاشل. موت يا فاشل. يبا حسن مات حسن مات. دقيقة زين العقاب شو راح يكون؟ بكرة تشوف. مو بكرة بعد شوي تعال تعال. اوه يا جماعة يعطيكم العافية على المشاهد. هذا آخر 150 ستة. هذا الأي دي ديالو في شكل. اوه مي ماتي باقي أونلاين. 75 في الليفل 10000 لي لايك. هولي شيت. شبه لكم اخوان صيفطوني انفيتاسيون الا قبلني ندخلوا نقولوا لي راك قتلتي ابو فلا في واحد الفيديو ديالو. هولي شيت عرفتي الا قبلني غتكون واحد اللقطه. واه 75 في الليفل. والاي دي ديالو غريب، الاي دي فيه ثلاثه الحروف ثلاثه الارقام 8 و 5 و 6. ها انت 8 8 8 5 5 5 6 6 6 3 8 3 5 3 ديال 6 واش اخواني، يعني 85 86 56 58 6 85 86 56 58 6 سين. ايزي ايزي واه يعني راه شي حاجه اللي زوينه ديال بصح. نشوفوا اخوانا شي قبلنا هذا ماتي ما قبلنيش، يقدر يكون كيشوف الفيديو يقبلني. دوزو اخوان اللقطة الثالثة. بلا بلا فجر شلال فجرت يا ذيب فجرت يا ذيب. ما تسالت الله اكبر يا واد. تعال يا بوت تعال. انا جيم الشاصم ودير سبعه. علقت علقت.
بعدين. شوف لي يا مسكين وانا اخذك قدامك. شوف يا مسكين ما يموت هذا اخيرك. موت حسن حسن حسن. تبعنا النظر يا يوسف. يوسف تبعنا النظر. شوف شوف تبعنا النظر يا يوسف. شوف حسن حسن. اشتبي اشتبي. تعال طلع لي سيارتي. تعال طلع لي سيارتي. اي قاعد تلقون علي. سالم 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 سالم. بس عشان عارف يا سالم هذا 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 مو ذا بالحين. لو انت كم قاتل لو انت كم قاتل. يوسف يوسف خلفي منافسه. يوسف على الاقل اذبح الثلاث ثلاثه روح. طيب ما عندي السياره سيارتي معلقه. كما كتشوفوا اخوان في هذه اللقطه ما شتيت شي واحد قتلهم، ولكن لحقاش راه قلبت كاع الفيديوهات ديالو حالا اللي صعيبه صعيبه ديال بصح اخوان. عندك هو سيموس اللي كانوا عند بوني في السلسله ما لقيتش. ما تيخليوش تشوف اللي قتلهم يعني مع الديبارتي موت تيخرج من اللعبه ولا صايف دغيا تيخرج يعني ما يمكنش لك تشوفه. وما لقيتش كيفاش نشوف، ولكن شديت الاي دي ديال ابو فلا وديال صاحبه في هذه اللقطه. نشوفهم كيفاش كيف هذايا يعني. 23 58 31 33 14 هذا الاي دي ديال ابو فلا. هاو هاو ابو فلا يا شباب 18 يوم ودخلت. او لا لا بو 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 ابو فلا والاي دي والليفل ويلي وي. شوف شوف هو عزيز علي ديما الاغلبيه تلعب محمد رمضان فهمتي يعني تلعب محمد رمضان جيب البلادي فاير باسات راك عارفين. ابو فلا ابو فلا راه بحالو بحال جمال يعني جمال تا هو بحال هكا كونطو كدا اللعيبات واخا تيكونوا فيه سكين نيتر. دابا هو تا هو فيه ايبيك هاروت محمد رمضان القرض ثلاثة لايكات يعني ما عارفينش ابو فلا ما عارفينش الكونت ديالو. ليفل 10 ما تيلعبش راه 18 يوم دابا ما دخلش يعني راه ما لعبش كاع يعني كما كتشوفوا البروفيل شي حاجه اللي واو يعني اصحاب فوتوشوب خدموا هنا خدموا ديروا البروفيل قادوا لي اللعيبات خليوا لي اسمي قادوا لي اللايكات كذا في البروفيل ديالو حقاش بغا كونت راه ياخذ كونت من غير هذا الكونت هذا. ولكن تبارك الله عليه. شوفوا صاحبه شوفوا صاحبه اخوان كي راه داير 30 53 43 94 75 اكون واش تبانا وات ذا فوك ما تقولش شي تبانا. واو واو هذا راه كان كيلعب فيهم كان كيلعب تقول ليش تبانا ولعب قبل منهم. واو واو ادم شوكولاتة محبوب الملايين لايك وحده سبعه ليفلات يعني لايك يكون يديروا لي اصحابو سبعه ليفلات ولكن 30 يوم ما دخل يعني تبانا واقيلا راه الفاير باس راه يعني راه مده مده الشباب ما دخلش هذا راه شي حاجه اللي خطيره. دوزوا اخوان اللقطه الرابعه اللي انا ما ارضى قلع ان شاء الله تنقتل يا رب يا رب. هذا قدامك قدامك ما تشوف قدامك. شوف شوف الخبل شوف 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 الخبل شوف الخبل. الله سيف علبي علبي سيف. كفو كفو اخوي ذبحه اخوي الله يلعب صح عليك الله يلعب 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 النوب. اصبر انا بلحق لي كلين ثلاثة اصبر سيف بنص ها بالله عليك. هذا اخوان واللي قلت لكم واو واو كاع اصحاب ابو فلا تبانا والشباب ما عرفتش انا واش تبانا ولا ما بقاش يدخلوا يعني ابو فلا الوحيد اللي كان داخل غير 18 يوم ما دخلش اخوان 18 يوم باش ما دخلش للعبه. اما صاحبه الاول وسيف هذا هذا تا هو كثر والليفل الرابعه ليفل ربعة يا شباب وهذا بزاف هذا تبغات زعما خداها لايك زيرو ربعة الليفل تقول بو كونطات ديال البوت ولا الهاكر ولا فهمتش يعني بزاف بزاف مش مدخلوش. هذا راه قتل يعني هذا راه قتل. شوف هنا راه كانوا لعبوا لعب هذا طول طول كاع اللعبة لعب ربعة الماتشات ماتش ديال ديو لعب مع سكواد هنا فين كنلعب مع ابو فلا 8 كيلات جمعت شاس قصي فيهم شنية كيلات نايس كابتي. دوزو اخوة الاخر لقطة هذا الكفوري هذا الكفوري يا رب يموتك يا رب. كفو 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 تقدر 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 يا رب يا رب ها ها خذ حماية خذ حماية شو تسدي العملاق بالله عليك العملاق العملاق مدرع كا كا شو شو الدرب عليه يلا يلا ولا لعيب لا تركبتي
هذا اخوان هو اللي كان معاه في بزاف كلهم اخوان كلهم السكواد ديالو مشاليهم الكونطات ما عرفتش واش ما بقاوش يدخلوا شي صوروا ولا غير كيصوروا وشي يخرجوا الكونط ما عمرهم تعاودوا يدخلوا فري فاير ما عرفتش مي هذا راه اخوان راه فاير باس راه قديم لعب معاهم ليفل 7 ثلاثه لايكات يعني راه هذا راه كيلعب مع ابو فله بزاف راه كما كتشوفوا هو اللي في الفيديو لعب معاه يعني ما عرفتش الله يستر هكا لعب لا تسعود 10-11 طرح في اللعبه ديالو كامله اخوان يعني ما عرفتش ابو خشم سميتو ما عرفتش علاش دار هكا الاخر ما قبلناش اخوان في الاصدقاء اللي صيفطنا ليه قبيله كانت هذه الحلقه لعجبتك الحلقه ما تنساش لايك بارطاجي فيديو مع اصحابكم كان معكم امين دلتا تلاف